بنبدأ مع حضراتكم دايما بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها طبعا مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا. وألقى سيادة الرئيس كلمة أكد فيها على أن السياسة المصرية بتعتمد على التهدئة وإيجاد صيغة للحوار والتفاوض. ايضا يا شاذلي، امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للاصلاحات الهيكليه، ايضا تابع موقف طرح عدد من الاصول العقاريه بالعاصمه الاداريه والعالمين الجديده للقطاع الخاص. تفاصيل واخبار اكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كثيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الزامبيا لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا. شهدت قمة لوساكا قيام سيادة الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى رئيس الزامبي هاكاياندي هاتشليما وتولي مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا. وألقى سيادة الرئيس كلمة استعرض فيها أبرز البصمات اللي اتحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين، واللي جاءت في ظل ظرف دولي وإقليمي دقيق للغاية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها إلى جانب مجال صون السلم والأمن. امبارح قال الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة كوميسا إن سياستنا في مصر بتواضع شديد تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل، لأن التجربة اللي احنا شفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر وهو الصراعات والاقتتال والحروب. امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس هاكاياندي هاتشليما رئيس زامبيا، وأكد سيادته على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية. كمان امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس ملاوي، وده كان على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة زامبيا لوساكا. وأكد سيادة الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها ملاوي، مشيدا بدور ملاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي، ومشيرا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر الملاوية. امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس ويليام روتو رئيس كينيا على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبيا لوساكا، وأشاد سيادته بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية. وامبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في اجتماع عقده بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وامبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف طرح عدد من الأصول العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة للقطاع الخاص، وتم التوافق على ضرورة وجود مقيم عقاري دولي يتولى تقييم هذه الأصول المطروحة على شركات القطاع الخاص.
ومبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك وصول الشحنة الأولى من دواء الألبومين البشري الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة غريفولز بإسبانيا، واللي تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة غريفولز إيجيبت، بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية اللي بتستخدم في الطوارئ ورعاية مركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وتماشياً مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لهم، دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.